الآن الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 11 مسرة، الكنيسة بتحتفل بنياحة أحد القديسين الأساقفة اللي منورين في تاريخ كنيستنا، منورين باضطهاد، منورين باحتمال، منورين بقوة جوه الكنيسة. اسمه أنبا مويسيس أسقف أوسيم. اللي منكم فاكر واحنا بنتكلم على البابا خائيل اللي هو كان في وقت مملكة الأمويين، اللي أكتر واحد لاقى ألام اضطهادات، اللي هو عاصر نهاية مرحلة الدولة الأموية. أنبا موسيس عاصر اتنين بطاركة، أنبا ثيوذروس وأنبا خائيل. هو اتولد من أبوين مسيحيين، عيلة بتحب الكنيسة كالعادة يعني. كبر شوية، حب الرهبنة، راح الدير، قعد اترهبن 18 سنة، التلمذ على إيد أحد الأباء في البرية، وهناك ازداد عمق ونسك ومحبة، اشتهر جدا وأصبح من أحد علامات البرية وهو صغير لسه. فلما فضي كرسي أسيم، البطرك رسمه أسقف، وكان ربنا مديله مواهب كتيرة ونعمة كبيرة، شفاء مرضى، إخراج شياطين، وكان بيعلن له ربنا بعض الأمور. حتى في التاريخ يعني في وجود الأباء البطاركة، في وجود أباء أساقفة، ربنا كان بيعلن له هو حاجات مهمة. كمان كان هو إيمانه وعقيدته قوية جدا، ودافع عن الكنيسة قدام جماعة الميليتيين، كان بواقيهم يعني ليهم أديرة. ووقتها لما هو كان أسقف الأبروشية كان في مجموعة متوحدين، وبعدين جولوا، فلما قعد معاهم حاول ان هو يرجعهم، ما لقى عقيدتهم فاسدة فحرمهم، وكمان دافع عن كنيسة قدام الفكر الخلقدوني الدولة الأموية. قلت لحضراتكم التاريخ بتاعنا، تاريخ مصر، يمكننا أن نراه من خلال تاريخ الكنيسة، وتاريخ المسيحية كله يمكننا أن نراه أيضا من خلال تاريخ الأقباط. أقباط مصر هم الوحيدون الذين يحملوا صفة تاريخ مصر منذ الفراعنة، وتاريخ الكنيسة بتاعتنا يمكننا أن نؤرخ معه تاريخ مصر كله. بعد الخلافة بتاعت الخلفاء الراشدين، حصل ان ابتدت الدولة الأموية بعد موت علي بن أبي طالب سنة 661. جت الدولة الأموية. الدولة الأموية دي أصلا بينتموا إلى جد نبي الإسلام اللي هو اسمه عبد مناف، وابتدت على يد معاوية بن أبي سفيان. كان والي على سوريا في الأول وقت الخلفاء، وبعدين ابتدى أنه يتوسع لحد أما عمل الدولة الأموية. من عند أبو سفيان لمروان الثاني، آخر المرحلة بتاعة الدولة الأموية سنة 151، 110 سنة الكنيسة لاقت آلام غير محتملة في عصر الدولة الأموية. وانتهت الدولة الأموية سنة 751، ومروان الثاني ده السلالة بتاعته راحوا أسبانيا، وهناك حكموا الأندلس وقعدوا لحد سنة 1037 لما طردوهم الأندلسيين. كانت الدولة الأموية عاصمتها دمشق، لأن أبو سفيان كان والي سوريا، فكان مخلي دمشق هي عاصمة الدولة الأموية.
مقسومة الدولة الأموية اتنين، النص الأولاني قوية وبعد كده ابتدت تضعف تدريجيا كالعادة لحد أما اضمحلت تماما. شرور الولاة اللي كانوا بيعينوا في مصر كانت واضحة في تعاملاتهم مع الأقباط، لكن كمان كانوا المسلمين أحيانا بيثوروا، زي ما هتشوفوا أن في إحدى ثورات الأقباط ثاروا أيضا المسلمين مع الأقباط، لكن طبعا الأقباط كانوا واخدين النصيب الأوفر سواء بفكرة الجزية أو سواء في تغيير الديانة بتاعتهم، وكانوا بيوضع عليهم حمل تقيل. مثلا في خلافة مروان بن الحاكم 684 خلى ابنه والي على مصر، وابنه ده بنى مدينة حلوان. وفي البداية قال للأقباط، كان وقتها الأقباط أغنياء، طول عمر الأقباط أغنياء، علشان اللي ما كانش غني مش قادر يدفع الجزية، فكان يا إما بيسيب مسيح يا إما بيتقتل، لكن الغني بقى هو اللي بيفضل. فقال لهم تعالوا ابنه في حلوان، واتعملت كنيستين. وبعدين فجأة اتغير وابتدى يضطهد الأقباط اضطهاد شديد، لدرجة إن هذا الشخص الوالي ده دخل مرة كنيسة العذراء، وكان في سبت النور، وبعدين بص كده لقى العذراء شايلة المسيح، فقال ايه ده، مين دي؟ فقالوا له يعني، فراح تف على السور، رجع نام، حلم الحلم ده ان هو متاخد من شعره كده قدام عرش وقعد عليه شخص، فقال ايه ده، مين ده اللي اغتصب عرش ابي ابو الخليفة؟ وكان حوالين العرش ده جنود، فجندي من الجنود راح ضربه، قال له ده اللي انت تفيت عليه النهاردة الصبح، انت مش هتقعد، انت هتموت. قام مرعوب، راح قال حكى لابوه الحكايه، في يوميها مات الوالي ده، وبعد 40 يوم مات الخليفه نفسه حزنا على ابنه. ربنا قوي ما بيسكتش. الراجل ده الوالي ده امر بكسر صلبان الكنائس، ما فيش كنيسه ترفع صليب، وقال انه هيسحق المسيحيه، مات خلص، مسيحيه تظل. سنة 1905 في خلافة الوليد بن عبد الملك ولا ابن أخوه اسمه عبيد الله، وده كان شرير جدا، وكان هذا الشخص كان يقعد على المائدة يأكل، وكان يجيبوا له الأقباط يذبحوهم قدام منه، وكان يستمتع أن دم القبطي يطلع على المائدة وهو بيأكل، إنسان سادي شرير يعني، وما كانش بيسمح بدفن الموتى إلا لما يدفعوا الجزية. وفي النهاية عزل ومات، فضلت المسيحية. 709 جه بعد منه واحد اسمه قرة بن شريك، وده كان شرير زي اللي قبل منه، وزاد جزية الأقباط، وكان يدخل الكنيسة هو وجنوده ويوقف الصلاة، يعني كان يستمتع بأنه يبين سلطته على الأقباط، يخش الكنيسة ويوقف أبونا ويوقف الشمامسة. ولما زادت الحكاية دي الكنيسة صلت وصرخت لربنا، مات الراجل ده. على فكرة خرب كنايس كتير، وكان بياخد أعمدة الكنايس يبني بيها جوامع. سنة 714 خلافة سليمان بن عبد الملك، ده كله في دولة أموية، يعني عايز أوريكم بس الصورة كانت متدرجة إيه. وقتها ولا واحد اسمه أسامة بن يزيد، ده برضو كالعادة عايز فلوس، فقعد يزود على الأقباط، ولما لقى الأقباط بيترهبنوا كتير راح منع الرهبنة، وقال إن كل راهب يلبس أسورة حديد يتكتب عليها الدير بتاعه ورقم. وبعدين لما لقى إن الرهبان بيخش أديرة اللي ما يلاقيش لابس الأسورة الحديد ده يقتله، فراح خلى كل راهب يكتب على إيده اسمه والدير بتاعه وتاريخ رهبنته. العادة دي بقت فيما بعد الأقباط يكتبوا تاريخ معموديتهم. ومرة مرات دخل وقتل الرهبان في دير من الأديرة، وقال لجنوده سلمت لكم أنفس الأقباط أساقفة وكهنة وشعب، أعطوني أموالهم. وعزل ومات. تولى بعد منه واحد اسمه أيوب بن شرحبيل، ده كان في البداية كويس شوية، كان أيام
عمر بن عبد العزيز، وكان اللي بيقول عليه ان هو عادل جدا يعني. ده في البداية كان يعني بيحاول ان هو يكون عادل، وبعدين عايز فلوس، فكان وقتها اللي بيغير دينه يسيب المسيحية كان يتشال منه الجزية، فهو قال احنا محتاجين فلوس، اللي هيغير دينه مش هنشيل منه الجزية. فبعت له عمر بن عبد العزيز قال له كده، هو وليتك جند مصر وانا عارف بضعفك، امرت رسولي ان يضربك 20 صوتا، ده بيقول للوالي بتاع مصر يعني، وقال افرض الجزية على الاقباط فقط، والذي يموت منهم اللي يموت من الاقباط يدفع الاحياء جزية من مات، يعني مش خلاص خلصت، لا الورثة تدفع الجزية فيما بعد كمان يعني، ده العادل يعني. 720 خلافة يزيد بن عبد الملك، ولا واحد اسمه بشر بن صفوان، وكان في البداية بيحاول يبقى كويس مع الأقباط، لكن بعد فترة ابتدى يتغير، وده هدم كنائس كتيرة، وفي الآخر عزل. بعد منه جه واحد اسمه حنظلة بن صفوان، ده أمر بكسر كل الصلبان ومحو صور من جوه الكنايس، وحول كنايس كتير لجوامع. ومن ضمن الراجل حاجاته اللطيفة إنه كان بيفرض جزية على حيوانات اللي بيربوها الأقباط، تخيلين مش بس القبطي، انتوا عارفين ان فكرة الجزية هي ايه؟ ان الجيش العربي بيجي يحتل مكان او يقعد في مكان او يدخل مكان ايا كان يعني، ويقول لاصحاب البلد احنا بنحميكم فبتدفع فلوس عن الحماية دي. طب والاموات؟ طب والحيوانات؟ ثم اني بندفع فلوس عشان تحميني تقتلني؟ ما بقاش بتحميني. المهم ان في وقت الخلافة بتاعت هشام بن عبد الملك جه البابا ثودوسيوس ثودوروس اللي هو وقتها كان الأنبا موسيس بتاعنا بتاع النهاردة، هو الأسقف، انتخب وتولى على مصر وقتها راجل قاسي جدا اسمه الحر بن يوسف. نسيت أقول لكم ان الدولة الأموية هي اول ما دخلوا مصر هم اللي اول ناس قالوا ان انتخاب البابا بتاع الأقباط لابد انه ياخد امر من الخليفة او الوالي، ما كانش قبلها بيحصل كده يعني. الدولة الاموية بداية 661 اول مرة يبقى الكنيسة تضطر انها تروح للوالي تقول له عايزين ننتخب البابا، امعانا في اذلال يعني. المهم وقت هشام بن عبد الملك ده ولى على مصر راجل اسمه الحر بن يوسف، ده كان انسان قاسي جدا، جاب مجموعة من القبائل وطنها في مصر، وخاصة في منطقة وادي حوف، وبعدين قعد يفرض ضرائب ضرائب ضرائب، فطلعت أول ثورة من الأقباط 725. فبعد جيش وفضلت الحرب بين الأقباط وبين الجيش بتاعه 3 شهور، وطبعا فشلت الثورة نتيجة أن الجيش كان أكبر من الأقباط اللي كانوا سايرين. وبعدين هو الخليفة لما شاف كده عزل الوالي وجاب ابنه بدل منه، يعني كان الوالي ده الشرير ده راح جاب ابنه اسمه القاسم، وده كان زي أبوه بالظبط يعني. ابتدى في البداية يهادن الأقباط شويتين، وعندها مات البابا ثودوروس، وابتدى القاسم ده يضطهد الأقباط لدرجة أنه قال انه كل الأساقفة تدفع 2000 دينار والكنيسة تدفع 3000 دينار في السنة، وكل قبطي زود عليه الضرائب بتاعته. وقال كده، قال انه اللي مش هيدفع يتجلد علنا، واللي هيستمر يتقتل، لو هيستمر مش هيدفع يتقتل. يقول في الوقت ده هرب كل الأساقفة وسابوا أبروشياتهم إلا الأنبا موسيس أسقف أسيم، ما سابش أبروشيته. زاد الوباء وقتها جدا، فبقى فقر واضطهاد وضيق. انتوا متخيلين الأقباط كانوا بيعيشوا ازاي يعني؟ فقر، النيل مش بيفيض، الزرع مش بيجيب،
الاضطهاد عام والجزية عالية. في الفترة دي بقى قعدت الكرسي 3 سنين فاضي، لحد أما وقتها الخليفة اتضايق من القاسم ده وراح قال له تعالى عايزك عندي، وهو الجنود واخدينه ماشيين، جه أنبا مويسيس قال دي فرصة قبل ما يمشي ما نعرفش إيه اللي هيحصل نقول له امضي على ورقة انتخاب البابا. راحوا له قالوا له امضي على ورقة انتخاب البابا، فقال لهم عايز فلوس. ده ماشي يعني؟ فبص له كده وقال له أنت أصلا مش هتعيش يعني، وفعلا يعني. ومشي القاسم ده، وبعدين قعدت الكنيسة تحاول إنها تشوف هتنتخب البابا إزاي. اتجمعوا الشعب كله في الكنيسة حاولوا إن هم يوصلوا للرأي، ما قدروش يوصلوا للرأي، فقالوا مش هيوصلنا لرأي انتخاب البابا إلا أنبا مويسيس، لأنه ده ربنا مديله نعمة. فكان وقتها هو عيان وكان كبر في السن، فجابوه محمول على خشبة حطوه في وسط الكنيسة، قال لهم نصوم أنا وإنتم كل الشعب المسيحي 24 ساعة ونصلي كلنا. وفضل الشعب المسيحي في الكنيسة يصلي ويصوم 24 ساعة. وقتها ربنا بعت ملاك لواحد من الشمامسة كانوا بيصلوا، وقال له روح قول الأنبا مويسيس يختاروا أبونا ميخائيل بتاع ديرب مقار، هو ده يكون البطرك. فراح الأنبا مويسيس وقال له إنه ربنا اختار فلان، فقال له ده من الله، وفعلا راحوا جابوه. وبعدين وقتها كان الوالي الجديد بقى موجود، فأخذوه للوالي، فالوالي لما بص له كده هو وجد إن هو يقول الوالي، بص له كده دقيقتين وصمت وقال حقا هذا رجل من الله. شاف إيه ما نعرفش يعني. ويقول لما بقى بطرك نزلت أمطار 3 أيام قبل، بعد ما كان في حالة من حالات القحط. بعد منه اتولى واحد اسمه أسامة بن يزيد، وابتدت اضطهادات الأقباط من تاني، وكان عمل جزية أسامة بن يزيد ده على اللي يسافر من الأقباط من بلد لبلد. يعني واحد مسافر مثلا من القاهرة لإسكندرية قبطي يدفعوا جزية. ويقولوا مرة إن كان في واحدة ست معها ابنها شاب، وكانت مسافرة في النيل وغالبا في حتت كده مش كويسة، طلع تمساح أكل ابنها، فجات لها تخش البلد ابنها ميت يعني وحزنانة يعني، فمسكوها قالوا لها تدفع الجزية. قالت لهم أنا ابني مات أكلوا التمساح وأنا عندي شهود على كده، وفلوس السفر كانت في جيبه. سجنوها قالوا لها مش مهم مات ابنك ملناش دخل، لكن ما هو تدفع الجزية. البابا والأساقفة بعتوا للوالي على إنه الأسامة بن يزيد ده يعني مزودها قوي، فراح الخليفة شاله. ولا بعد منه واحد اسمه حسان، وده كان شيء غريب في وسط كل الولاة الأشرار دول، كان بيحب بقى في علاقة بينه وبين البابا جدا، وبيحب الأنبا مويسيس قوي لدرجة إنه عمل قصر ليه في أوسيم، ويقول إنه قعد 3 سنين بتاعت الخلافة بتاعته بتاعت الولاية بتاعته في القاهرة ما ياخدش قرار في السياسي أو عسكري إلا ما يروح يقول الأنبا مويسيس صلي لي الأول وقول لي أعمل ده ولا لأ. شيء غريب طبعا يعني. لكن في الفترة دي حصل تغيير في السياسة على كل المستويات. جه مروان ابن محمد اغتصب الخلافة من إبراهيم بن الوليد، وابتدت تحصل مشاكل في المنطقة بتاعة الخلافة الأموية. في الفترة دي ولى عبد الملك بن مروان على مصر، وحصلت مشكلة على كنيسة مريمينة مريوت. مريمينة مريوت كانت وقتها كنيسة أثرية كبيرة جدا، كان في القرن الخامس بناها الإمبراطور أركاديوس وهونوريوس اللي هم أولاد سؤدوسيوس، حكيت لكم مرة عليها ده قبل كده. فجوم الخلقدونيين دفعوا فلوس للوالي وقالوا عايزين الكنيسة دي، فراح قال لهم طب هديها لكم. فجت البابا خائيل راح لأنبا مويسيس قال له شوف الحكاية دي، فراح قال له يعني يا مولانا دي بتاعتنا. فراح قال طيب هروح لقاضي، راحوا القاضي، فالقاضي جاب الاثنين، قال للبابا خائيل احلف، فقال له احنا مش بنحلف لكن انا بأكد لك ان انا هقول الصدق. قال للبتاع الخلقدونيين احلف، قال له احلف طبعا، وحلف وقال دي بتاعتي. فيقول القاضي كده بص له باستهزاء يعني، وقال كل واحد فيكم يقدم ما يؤكد انها ملكيته. فالبابا قال ابعت حد هتلاقي الأعمدة اللي مبنية عليها الكنيسة الأثرية وقتها مكتوب عليها تحت
أسماء البطاركة بتاعتنا وإنها اتبنت في العصر بتاعنا. وفعلا لكن لما بعت بقى وهو بعت في السكة دي جم الخلقدونيين ودفعوا رشوة لرئيس الديوان بتاع الوالي، ووقتها الأقباط راحوا للأنبا موسيس وقالوا له ندفع، إحنا مستعدين ندفع رشوة. فقال لهم كده، قال لهم يا أولادي لم نتعلم هذا السلوك من المسيح، ولكننا تعلمنا أن نثق فإن المسيح في وسطنا. وفعلا القاضي حكم بأن كنيسة مرمينة بتاعت الأقباط. فجم قالوا له إيه بقى الخلقدونيين؟ مستعدين نضرب للكنيسة القبطية بس هات لنا الكنيسة دي. فالبابا قال، البابا خليل قال الأنبا موسيس اقعد معاهم وشوفهم ممكن يضمهم ولا إيه. لما قعد معاهم قال لهم لا لا ما ينفعش، وقال للبابا إن إيمانهم خلقدوني، هم عايزين بس يخشوا الكنيسة ياخدوا الكنيسة دي ويعلنوها إنها كنيسة خلقدونيين. في الفترة دي بقى حصل إن مروان الثاني جه وراح قبض على البابا، عايز فلوس علشان الحروب زادت، فراح قبض على البابا وحط في رقبته طوق حديد وفي رجليه خشب، فراح جري أنبا موسيس وقبض على أنبا موسيس كمان وحطهم كلهم في مغارة ما فيهاش لا ضوء ولا نور ولا هواء. وأنبا موسيس قال للبابا ربنا بيقول لك إنه هيخلصنا من الشدة دي. وفعلا جه اتوسط حد وقال البابا، قال له أنا ممكن أروح ألم لك من شعبي، معيش فلوس لكن عندي أولاد. فقال له طب روح. وقتها حصلت ثورة تانية من الأقباط بقيادة واحد اسمه يؤنس السمنودي، لكن خانوا قبطي برضه وراح للوالي ووراه له مكان اللي قاعد فيه يؤنس السمنودي وبعت جيش وقتله. الأقباط قاموا في تاريخ مصر كلها بعد دخول العرب بخمس ثورات. لو تفتكروا الأقباط ما كانوا بس ساكتين كده. من سنة 725 ل 831 خمس ثورات، آخرهم ثورة البشموريين. ثورة البشموريين حصلت على مرتين، مرة هقولها لكم دلوقتي ومرة حصلت في القرن التاسع. في القرن التاسع دي كانت مذبحة كبيرة جدا، ومن بعدها الأقباط ما ساروش لحد ثورة 19 لما ثاروا مع سعد زغلول على الاستعمار الإنجليزي. وقتها حصل أن زود الضرائب مروان الثاني، فجم البشموريين. البشموريين دي منطقة بتاع ما بين الدقهلية ودمياط، يعني الحتة دي اسمهم البشموريين. قاموا بثورة ضده وطردوا جميع الضرائب وأعلنوا العصيان وأعلنوا أن هم كونوا جيش مسلح ضد الجيش العربي. وفعلا ابتدت تحصل بقى مناوشات. وقتها في الوقت ده بعت وراهم جيش وقال لهم احرقوا كل مدينة وكل قرية فيها أقباط. طلعوا غير الأقباط واحرقوا المدينة وهدوا الكنائس، وكانوا بيقيدوا الأقباط على الكنائس، حتى ان كنيسة طاح الأعمدة في الفترة دي دخلوها، كانت في الكنيسة في القرية دي عشرات الكنائس، هدوا كلهم وسابوا كنيسة واحدة بس. وقال لهم الكنيسة دي لو عايزينها ادفعوا 20,000، ادفعوا 30,000. لموا 20,000 فأخد تلتين الكنيسة سبها لهم، والتلت اللي فاضل بتاع 10,000 عملها جامع. في الفترة دي بقى حصل ان العباسيين قربوا ابتدوا يدخلوا عشان ياخدوا المكان الوحيد اللي فضل للأمويين. يعني الأمويين وقتها مروان التاني ده هرب، دخلوا عليه أخدوا دمشق فهرب وجي مصر، وفضلت بس الأمويين مصر بس. نزل وراهم العباسيين، وقتها حصلت ثورة البشموريين بقوة، وابتدوا يتحالفوا مع العباسيين ضد مروان الثاني. فراح عمل ايه بقى مروان الثاني ده؟ راح أخد البابا خائيل وأخد وابتدى ياخدوا علشان يحطوا على الشط الثاني. هم كان العباسيين على الناحية الثانية من النيل، حطوا على الشط الثاني، وهو معدي من على أسيم أنبا موسيس جمع الشعب بتاعه وقال لهم أنا رايح أستشهد مع البابا، استحالة أسيب البابا. ركب المركب معاه، قعدوا يضربوه بشوكة ودبابيس كده، وهو كان راجل كبير في السن جدا. وبعدين مسكوه ومسكوا الأنبا خائيل، أو بيقولوا البشموريين إنكم لو ما انسحبتوش والعباسيين ما انسحبوش هنقتل البابا. راح علشان يقتلوا البابا، جر أنبا موسيس وقال لهم اقتلوني أنا معاه، قعدوا يضربوا فيه عشان يسيب البابا، ما وافقش.
وبعدين لحد اما لسه السياف هينزل على رقبه الاثنين، ابن مروان الثاني ده قال له لو حصل ان احنا قتلنا البابا دي ممكن نضطر اننا نهرب لو العباسيين دخلوا، لو هربنا ورحنا السودان هنتقتل. وده حصل يعني فيما بعد. العباسيين بعد كم بقى الام حكيتها لكم في وقت الانبا خائيل، قدروا العباسيين ان هم يدخلوا للمكان ده. لكن كان مشهد قوي جدا بقى، انبا مويسيس وهو رايح عشان مسكينهم عاملين يضربوا فيهم قدام العباسيين الناحيه الثانيه، ركع انبا مويسيس قدام البطرك وقال له سيدي سيدنا البابا حللني قبل ما استشهد. وركعوا الاساقفه كلهم قدام الشعب وقدام العباسيين، والبابا كان بيحلل الكل تمهيدا للاستشهاد. واللي كانوا ماسكين معاهم علمانيين، العلمانيين راحوا ركعوا قدام الكهنه والاساقفه، هم كانوا ماسكين كهنه واساقفه والبابا ووقفوا وصلوا. كان مشهد قوي جدا، استعداد للاستشهاد. المشهد ده ادنى يقولوا قلوب حتى المسلمين. وقتها العباسيين انتصروا ودخلوا، وهرب وقتها مروان راح كنيسه في الجيزه استخبى هناك، دخل ورا منه العباسيين وقتلوا، واستخبت بنتين من بناته في كنيسه من الكنائس، وبعد كده هربت على سوريا، وبعد كده راحوا على الاندلس، وواحد من ولاده راح الحبشه اتقتل هناك، والتاني راح سوريا وهرب، وانتهت الدوله الامويه، وعاش انبا مويسيس لحد ما تنيح بشيبه صالحه، وابتدت الدوله العباسيه سنه 151. الكنيسه ارتاحت شويه، لكن فضل اضطهاد فيما بعد. من يريد أن يعرف كيف يضطهد المسيحي في هذا العالم يقرأ تاريخ الأقباط. من يريد أن يعرف كيف يقدم المسيحي إماتة حقيقية لأجل المسيح يقرأ تاريخ الأقباط. من يريد أن يعرف مجد الشهداء عند الأقباط، من يريد أن يعرف كيف تتمسك الكنيسة أمام العالم يقرأ تاريخ الأقباط. من يريد أن يعرف كيف يعمل الله بقوة رغم شرور ورغم كل خطط العالم لهدم الكنيسة يقرأ تاريخنا. الكنيسة القبطية هي الكنيسة التي وقفت أمام هذا العالم بكل ما فيه من شرور، بكل ما فيه من اضطهادات، ما حدث من أبطر ترمان، ثم ما حدث من هؤلاء العرب، وما حدث من ولاه أشرار، جزية وفقر ومرض ثم موت وتعذيب، حتى لم احيانا لم يجدوا الاقباط من يكفن الشهداء. كانت الاموات في الشوارع بعشرات الالاف، ولكن الكنيسه تظل قائمه. يموت هؤلاء الولاة وتنتهي تلك المدن وتنتهي تلك الامم وتبقى الكنيسه. لا يظن احد اننا ضعفاء او نبكي على هذا، ولكننا نفتخر جدا لأن هذا الضعف هو سر قوتنا، هذا الاضطهاد وهذه الألام هي سر قوتنا. العالم يزول ويمضي وتبقى الكنيسة. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد.